السلام عليكم، معكم لجين عودي من فريق سمارت. إن شاء الله راح نكمل موضوعنا اللي بدينا فيه اللي هو الادجستنج انتري. هنبدأ هنمشي على التخصص، على المخطط اللي عفوا بلشنا فيه من البداية. فأول شيء هنبدأ بالديفرالز والاكلز. حكينا عن الديفرالز وحكينا عنها بالديتيلز لكل أنواعهم التنين، وأخذنا الانتري بتاعهم. هلأ راح نبلش بالاكلز، بالعنوان الجديد اللي هي المستحقات. حكينا عنها لما بدينا. رح نبلش بالاكروود اكسبنسز اللي هي المصاريف المستحقة بنقولها. هلأ شو يعني مصروف مستحق؟ يعني انا شريت شيء معين وما دفعت هذا الاشي، يعني ليابيلتي. هلأ بضيف علي، بدك تعرف انه نحن لما بدينا واخدنا الاسيتس واخذنا الليابيليتي، بدي اعرف انه الاكرود اكسبنسز هي ليابيليتي. يعني لو جاب لي ايش طبيعه هذا الحساب رح اعرف انها ليابيليتي. ليش؟ من معناها مصاريف مستحقه. ايش معنى مصروف مستحق؟ هنا معرفني اياها، خليني اشوف شو قصده. ار اكسبنسز انكويرد بات not yet paid or record at the statement date. هو عبارة عن مصروف حدث بالفعل، لكن هو مقابل طبعا خدمة انت تلقيتها او اخذتها او حصلت عليها من كومباني تانية، من شركة تانية، لكن انت ما دفعت هذا المصروف يلي عليك. فتكون عندي liability او التزام، وانا لحد هلأ ما سجلتها بالدفاتر لغاية إعداد طبعاً القوائم المالية. هلأ أكيد الليابيليتي وين موجودة؟ بقائمة الفاينانشال ستيتمنت، بقائمة المركز المالي، حيكون تأثيرها على المركز المالي. هلأ هاد تعريف عام فيها. هلأ في إلها تايب، some type of accrued expenses. في عنا نوعين للأكرود expenses اللي هم هنحكي عنهم بالديتيلز، وناخد الانتري الادجستنج انتري وكيف بعمل قيود التسوية لإلهم بالديتيلز، اللي هو الاكرود انترست اللي هي الفوائد المستحقة، نعرف معنى انترست. والاكرود سالاريز اللي هي الرواتب المستحقة. هنحكي عن واحدة ستيب باي ستيب. اول شيء اللي هي الاكرود انترست اللي هي الفوائد المستحقة. قبل هيك هلأ أنا إيش بهمني أعرف قيود التسوية. هلأ في إلها مثلا فينا نقول أهداف أو purpose لإني أنا أعمل قيد تسوية adjusting entry للأكرود expenses بشكل عام، للمصاريف المستحقة. ممكن يجيك، خلينا نمر عنهم، ممكن لأنه يجيني عليهم سؤال بالإكزام يقول لك انه شو البيربوس من اعداد المصاريف المستحقة او الاكرود اكسبنسز. اول شيء، اول هدف، خلينا نحكيهم ان جنرال، اللي هو اول شيء انه انا بهمني حتى اسجل التزامات المستحقة على الشركة في تاريخ قائمة المركز المالي. بعد هيك انا بقدر من خلالها اني اسجل هاي الالتزامات المستحقة في تاريخ قائمة المركز المالي. هاي ذكرتها يمكن قبل. تاني purpose او هدف من اني اعمل adjusting entry للaccrued expenses اللي هو اعترف بالمصروف، اذا للاعتراف بالمصروف اللي بيخص هاي الفترة المحاسبية وممكن انها تظهر في قائمة الدخل. اذا هدول in general حكينا شو الهدف حتى نقدر نعرف انه انا ليش بعملهم او شو الهدف منهم. خلينا نبلش. قلنا فيه some type، عنا تنين نوعين، شيئين بينتموا للأكرود إكسبنسز اللي هو الأكرود إنترست والأكرود سالاريز، هنحكي عنها فيما بعد. أول شيء هنبدأ في الأكرود إنترست اللي هي الفوائد المستحقة. هلأ شو القيد بتاعها؟ رح نبدأ بالقيد علشان أعرف أنا الأجستنج إنتري لإلها. debit interest expense اللي هو مصروف الفائدة، للinterest payable اللي هو الالتزام اللي أصلا هو عليه. هلأ في عندي شروط.
شوي الـ interest في عليها في يعني علامات واضحة جدا، يعني لما بيجيني بالامتحان دايركت من شكل السؤال من بعض المعلومات هي زي ساين أو إشارة بتقول لي إنه أنا عم بحل على الـ accurate interest، هون عندي فائدة فأنا بدي أكون عارف أكتر. هاي العلامة أو هذا الشرط هنحكي عنه كتير important، بقول لك احسب لي أو أنا كيف بدي أطلع الـ interest expense مصروف الفائدة. أنا بدي أعرف أدي علي مصروف فائدة، شو من إيش بتتكون الـ face value. الـ face value اللي هي القيمة الإسمية للورقة، يعني المبلغ بشكل عام. الـ annual rate اللي هي النسبة، النسبة أو معدل الفائدة السنوي. الـ time اللي هي الوقت أو المدة اللي بيحدد لي إياها السؤال. إذا هذا الإشي هو زي علامة بتبين لي إنه أنا في عندي هنا فائدة، عم بحسب بفائدة أو مصروف الفائدة. هلأ بالسؤال يمكن بشكل عام ما فهمنا لكل واحدة من إيش يعني، فبالسؤال بالإكزامبل إن شاء الله هون حوضح أجزائها وكيف رح نطلعها. خلينا نقرأ الإكزامبل بالأول ونشوف شو قصده. بيقول لنا أحمد signed a 3-month note payable in the amount of 16,000 on October، بواحد أكتوبر 2017. The note requires interest at annual rate of 9%. خلينا نفرق عشان نوضح الأمور. هلا بقول لك الانترست هدول المطلوب مني، بده الانترست اكسبنس فور نقول ذس مانث لهذا الشهر، يعني لشهر واحد. اول شيء نفسر السؤال نشوف شو قصده او شو عم بيقول لي بده. اول شيء انا شفت انه معطيني المبلغ كله 16,000 وبقول لي انه 3 مانث. كمان شغلي معلومه ثانيه اعطاني اياها انه الانيوال رات 9%. خلينا نقسم، شو بقول لي؟ بده الانترست اكسبنس. انا قلنا من البدايه اعطيتك ايش هو انترست اكسبنس. خلينا على ورقه فاضيه نوضح هاي الامور علشان نقدر هذا السؤال عندي هون حنحل. تمام، هلا شو بقول لنا؟ خلينا نبدا. قلنا اول شيء الانترست اكسبنس بدنا نحسبه، الانترست اكسبنس بتساوي اول شيء الفيز فاليو اللي هي القيمه. وين القيمه باعتقادك؟ هلا القيمه واضحه جدا، بقول لي انها 16,000، راح اقول 16,000 طبعا ضرب، هذه الاشاره ضرب وضحناها من البدايه انها ضرب. بعد هيك بقولي الـ annual rate اللي هو معدل الفائدة اللي هي 9/100 ضرب. آخر شيء بقولي الـ time الوقت. هلأ الـ time الوقت أنا بقدر أحدده منه. نرجع للسؤال عشان نقدر نحدد أدي الـ time والوقت. هلأ الوقت أنا بحدده أو الـ time اللي هو آخر شرط من خلال المطلوب، قال لي بس لشهر، يعني بواحد أكتوبر بده بواحد وثلاثين أكتوبر، يعني بس شهر واحد طالب مني، يعني شهر من أصل 12 شهر، إنه عادة بتكون 12 شهر، من أصل 12 شهر. هلأ بدي أحسبها، أكيد بالامتحان معنا كالكوليتر هتكون تطلع عندي القيمة، هيطلع 120 دينار معدل الفائدة. إذا طلع عندي معدل الفائدة 120 دينار. هلأ تاني مطلوب شو بقولي؟ prepare the adjusting entry at October 31/2016، برضو لشهر واحد بده أعمل entry بخصوص الانترست.
حيكون القيد، هذا أول مطلوب. ثاني مطلوب حيكون مثل ما أخذنا نحن القيد من البداية، debit interest expense بالقيمة نفسها 120 دينار، طالما هو طلب بس طلب لشهر واحد. credit interest payable interest payable of one payable بقيمة 120 دينار. هيك بكون أنا كتبت الانتري، وبنفس الوقت حسبت مصروف الفائدة قديه حيطلع عندي بالشهر طالما هو طالب طبعا لشهر. هلأ ممكن يعطيني مو بس لشهر واحد، فالموضوع بيتحكم حسب شو هو بيطلب مني بالمطلوب من السؤال نفسه. مثل ما احنا شايفين هون طلب مني بس لشهر واحد، من 1 أكتوبر لواحد وثلاثين أكتوبر. هلأ خلينا نشوف سؤال تاني علشان أقدر نفهم أكتر الموضوع. هلأ الانترست كتير مهم، بيجي عليه أسئلة وأسئلته جدا سهلة وواضحة. خلينا نشوف، بقول لك خلينا نشوف هذا الإكزامبل. X company purchased equipment، بقول لك X company شركة اسمها X اشترت معدات equipment بقيمة 3000 دينار on account على الحساب، بقول لك 8% not payable أكتوبر بواحد أكتوبر. خلينا نقرأ المطلوب. prepare adjusting entry December 31 ديسمبر. نرجع للسؤال نشوف ايش بيقول لنا. اشترت X company معدات بقيمة 3000 دينار على الحساب. خلينا نحدد أمورنا. نحن قلنا أول ما بشوف سؤال طالب مني adjusting entry وفي عندي فوائد، بدي أبدأ أحدد الشروط. أول شرط الفيس فاليو القيمة 3000 دينار، المبلغ كله توتال 3000 دينار. عندي هون الـ annual rate، annual طبعا هي سنوية النسبة 8%، وطالب مني هلأ هو بواحد أكتوبر شراهم، وطالب مني أعمل adjusting entry لأديه حدفع فائدة أنا بس لحد بده 31 ديسمبر. هلأ بالإكزامبل السابق شو طلب مني؟ طلب مني بس بده أعرف قديه حدفع فائدة أنا من 1 أكتوبر ل 31 أكتوبر. ونحن بنعرف إنه الانترست أو الفائدة هي سنوية، يعني 12 شهر سنة 12 شهر، يعني هدول على 12 شهر على سنة بدفع هذه النسبة كاملة. لكن هو هون ما بده على سنة كاملة، ما بده 12 شهر، بده بس من 31 من 1 أكتوبر ل 31 ديسمبر. علشان هيك برجع وبأكد وبقول إنه كتير مهم انتبه للمطلوب. خليني أحسب على جنب، طبعا ممكن ما يطلب مني هون دايركت، طلب مني الأجستينج انتري والمبلغ، فأنا أوريدي هتكون الستيب اللي قبلها إني أحسب الانترست اكسبانس. أول شيء القيمة الفاليو 3000 في 8% الرات في قديه شهر. نحنا أخذنا هلأ هو على 12 شهر، قديه طالب مني أحسب شهر؟ عندي أكتوبر نوفمبر ديسمبر، قديه شهر فعليا طالب مني لثلاث شهور؟ شهر شهر شهرين، خلينا نحسبهم، حسبنا قبل بس خلينا نعيد. شهر قلنا هيك، شهرين ثلاث شهور عندي، إذن رح أحسب على ثلاث شهور. هيك الأمور صارت أوضح لعندي، بدي أحسبها علشان أعرف قديه بتطلع معي
سبريمن هو حتطلع معي 60 دينار بيدفع بهدول ال3 شهور. بدي اعمل adjusting entry اللي هو اصلا المطلوب مني اساسا. راح اقول debit بالانترست expense عفوا expense وكريدت بالانترست payable بقيمة 60 دينار. بقيمة 60 دينار. هلا في عندي نوت تحت بتخلي السؤال كتير واضح وبيعتمد على انه قدي انا راح اساوي. هلا خلينا نشوف قدي انا. معلومة كتير مهمة انا حاطة تحت هنا نوت صغيرة انه الانترست نفس التاكس اللي هي الضرائب، تعامل نفس المعاملة، إلها نفس الشروط، نفس أمورها، فما في داعي. هل عادة الأسئلة بتيجي على الانترست، بس من باب الاحتياط رح نحكي عن التاكس اللي هي الضرائب. حبيت أذكركم وإن شاء الله رح نكمل الأكرود سالاريز المرة الجاية.